طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثامن، ألتقيكم مجدداً وفي مادة الثقافة المالية، ودرسنا الآن بعنوان الحسابات البنكية. الحسابات البنكية. ثامن، لقد تعرفنا في الدرس السابق كيف نختار البنك الذي يناسبني، ولكن لكي أصبح عميلاً لدى أحد هذه البنوك يجب أولاً أن أتوجه إلى البنك الذي اخترته، ثم فتح حساب خاص بي. يعني أول شيء يا ثامن يجب عمله أن أفتح حساب في البنك الذي سأتعامل معه. لذلك يجب أن أعرف أنواع الحسابات المختلفة وخصائص كل نوع. كمان يا ثامن يهمني أن أتمكن من تحديد الحساب البنكي الذي يناسبني مستقبلا، حيث من هذا الحساب سأستطيع إجراء المعاملات البنكية المختلفة مثل الإيداع والحوالات وغيرها من المعاملات المصرفية. أولا يا ثامن سنبدأ الآن في الكتاب صفحة 75، أنواع الودائع. في عندي يا ثامن بالبداية أنواع الودائع اللي هي الحسابات البنكية. أول نوع الودائع تحت الطلب، وهي نفسها الودائع الجارية، وهي نفسها الحسابات الجارية، ويقصد بها حساب يستخدمه الفرد لإيداع النقود، ويمكنه بوساطته تحرير الشيكات، علما أنه قد تفرض رسوم على هذا الحساب إذا لم يحتفظ فيه العميل بحد أدنى من النقود. يعني قد تفرض رسوم على هذا الحساب إذا لم يحتفظ فيه العميل بحد أدنى من النقود. يعني بعض البنوك أنا فتحت حساب مثلا ما أودعت فيه حد أدنى من النقود سيفرض رسوم علي. تمثل الحسابات الجارية أكثر أنواع الودائع شيوعاً، وهي الودائع التي يحق للعميل أن يودع فيها أو يسحب منها، بحيث يحول الرواتب ويدفع الأقساط الدورية ويسدد الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء في أي وقت يشاء. تمام؟ من المعروف أن الودائع الجارية غير مكلفة للبنك، إذ أنها لا تدفع عليها فوائد، كما أنها لا تدر على صاحبها أي دخل، وإنما تتمثل تكلفتها في نفقات تسييرها فقط. يعني أنا بحطها الفلوس زي كأني بس بدي يعني كإيداع يعني مؤقت، بسحب منهم، بدفع منهم أونلاين وهكذا. هذه هي الودائع تحت الطلب. تمام؟ الودائع لأجل محدد هي أموال، هذا النوع الثاني يا ثامن. الودائع لأجل محدد هي الأموال التي تودع في البنوك لمدة معينة، تدفع عليها فوائد، يزداد معدلها بزيادة مبلغ الوديعة ومدتها، ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة وديعته قبل انتهاء تلك المدة، وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. أبسط لكم ياها يا ثامن، يعني أنا معي مبلغ مثلا 10,000 دينار، ما بدي يعني مو بحاجتهم أبدا، بروح يعني بفتح حساب البنك بسميه ودائع لأجل محدد، بتفق أنا على مدة معينة مع البنك بشرط أني أخذ فائدة معينة، كل ما زاد المبلغ بتزيد الفائدة عليه، لكن الشرط يا ثامن أني ما أسحب منهم ولا دينار خلال هاي الفترة الزمنية. يعني أنا بدي أخليهم سنة، ممنوع يعني قبل إتمام السنة أسحب ولو دينار. تمام؟ بالمقابل سأأخذ الفائدة المترتبة على ذلك بناء على نظام هذا البنك. النوع الثالث هي الودائع بإخطار سابق، يقصد بها الأموال التي تودع لدى البنك لمدة معينة، ولا يحق للعميل سحبها إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة، وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. أيضا هناك مدة متفق عليها يا ثامن من الاسم، لما بنحكي وديعة بإخطار سابق يعني يجب أن يكون هناك مدة متفق عليها، ويجب أن يتم هناك إخطار سابق. تمام؟ الآن النوع الأخير وهو ودائع التوفير، وهي الأموال التي يودعها صغار المدخرين في حساب توفير بسعر فائدة ثابت ومعين، بحيث يعطونا دفترا للتوفير تثبت فيه عمليات الإيداع والسحب جميعها ونسبة الفائدة وقيمتها. إذا هذا لصغار المدخرين تقريبا. الآن يا ثامن نيجي على ملخص الدرس المهم. تعريف الحساب البنكي مرة أخرى، هو حساب في مؤسسة مالية مسجل باسمك، تحفظ فيه نقودك بهدف الاستثمار أو طلبا للأمان، قد يكون الشرطان وقد يكون أحدهما. بإمكانك أن تضع فيه الأموال، وهذا ما يسمى إيداعا، أو تأخذها فهذا يسمى سحبا. بالنسبة للوديعة هي ما يودع في البنك من نقود لمدة محددة
تختلف الودائع طبقا لحق المودع في السحب منها فورا أو بعد مدة محددة كما ذكرنا.